طبعا الحديث عن التغيرات المناخية حديث يعني بقالنا سنتين يمكن بنشوف يعني تواصل كده لمسألة التغيرات المناخية، جفاف أنهار وبحيرات، تغيرات مناخية في كل مكان، تأثيرات على العالم بقت يعني كبيرة جدا ومستمرة لحد امتى؟ مستمرة لفترة غير معلومة الحقيقة، تأثيرات كمان بتزيد، عصير ويعني فيضانات في بلاد بتحصل كبيرة جدا جدا، تأثر البلاد الحقيقة انه البلاد النامية هي اللي بتتأثر أكتر من البلاد الصناعية اللي أصلا هي مسؤولة عن التغيرات المناخية. ويمكن مصر بتنظم الكوب 27 الشهر القادم، ويعني خلاص احنا بيفصلنا يمكن شهر وكام يوم عن الكوب 27، ومصر بتسعى الحقيقة انه ما تبقاش المسألة مجرد يعني استضافة لمؤتمر ما وحديث داخل الأروقة ويعني مجرد مؤتمر، الحقيقة إنه مصر بتسعى لتحقيق خطوات ملموسة في مسألة تغير المناخ والسيطرة على مسألة تغير المناخ، لأنه كل اللي بيحصل حوالينا يقول إنه كوكب الأرض ما عادش يحتمل اللي بيحصل، ما حدش دلوقتي كبير صغير ما يعرفش مسألة تغير المناخ وما يعرفش تأثير تغير المناخ السلبي اللي موجود في كل حاجة في حياتنا. احنا بقينا بنشوف يعني خلاص اهو داخلين على فصل الخريف، ويمكن دي أكتر حاجة ببساطة بقت بتوصل للناس، ولسه عايشين أجواء حر، وبقينا بنشوف دول أوروبية عمر ما درجات الحرارة بقت بتوصل فيها في شهر 7 و8، بقينا بنشوف درجات حرارة فيها 40 وحاجة و40، دي يعني احتباس حراري وتغيرات مناخية كبيرة جدا بقينا بنشوفها بتحصل، والفيضانات بقى والأعاصير ويعني الكوارث الطبيعية اللي بقت بتحصل بسبب مسألة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري مسألة غاية في الأهمية الحقيقة. واحنا دلوقتي هنتكلم مع دكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب عن هذا. مساء الخير عليك يا دكتور، و ازاي بتتابع مسألة اهتمام العالم بالتغيرات المناخية ومصر تنظم كوب 27 ومصر يعني بتأخذ على عاتقها مسألة يعني تأثر الدول، يعني الدول يعني اللي مش مسؤولة الحقيقة عن تغير المناخ لكنها هي متأثرة بيه بشكل كبير، الدول النامية والدول الأفريقية، وتتحدث مصر بلسان أفريقيا عما يحدث من تغيرات مناخية؟ وطبعا يعني الكوب 27 واحنا مصر ابتدوا لانعقاده على ارض جمهوريه مصر العربيه لم نكن نتخيل انه ستكون التغيرات المناخيه الحاده بهذا الشكل في اخر سنه بالتحديد، وكان كل العلماء والخبراء بيحذروا ان هناك بعض اثار الجفاف والتصحر واعاصير وجزء من السيول زي ما حصل في السعودية وفي الإمارات وفي المنطقة المحيط الهندي. لكن الحقيقة من الواضح إن المناخ كشر عن أنيابه، وإنه من الواضح إن إحنا داخلين على زيادة في درجات الحرارة، لأنه رغم كل إنذارات الأمم المتحدة والسكرتير العام شخصيا في تقريره الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من انه يعني قد لا نستطيع يعني العوده مره اخرى الى ما كنا نحلم به من يعني حتى ثبات درجه الحراره ما تعديش درجه ونص بحلول 2050. من الواضح ان احنا هنعدي هذه الدرجه، ومن الواضح ان الوقود الاحفوري سيعود مره اخرى بسبب الاحداث الحاليه، وانه سيعود كما عادت كثير من محطات الفحص في بعض الدول في المانيا وفرنسا. وزي طبعا الازمه اللي حصلت مع روسيا ونقص الوقف الخط الحامل للغاز الطبيعي، فيعني اجبر الدول الاوروبيه على العوده للطاقه النوويه وطاقه الفحص، وبالتالي بنعود مره اخرى الى زياده التلوث بدلا من خفض التلوث. وبدل ما كنا بنتكلم على خفض انبعاثات دلوقتي بنتكلم على ما يطلق عليه التكيف مع ظواهر المناخ السلبيه. هذا التكيف يعني مش هنقدر نرجع الارض اللي تتحرك، ولا هنقدر نرجع درجه الحراره ثاني، فهنتعامل معها دائما نجيب بذور تتحمل الجفاف، بقينا نجيب بذور تتحمل درجات الحراره العاليه. ايضا ده لدينا برامج زي برامج الاحزمه الخضراء على كل المناطق الزراعيه بعد مبادره الرئيس السيسي
بزراعه 100 مليون شجره، وايضا مبادره ولي العهد السعودي بزراعه مليار شجره، محاولة الى انه التاقلم مع الظواهر الحاده للمناخ وتخفيف حدتها وتخفيف غازات الاحتباس الحراري. اللي يعني غازات الكبت الاحتباس الحراري كان اخطرها اكسيد الكربون، وكنا بنقول احنا هنقلل الفحم، رجع الفحم استخدم مره اخرى. وانا اعتقد انه الاحداث التي حدثت في الست شهور الاخيره يعني يا دكتور، لو هنتحدث عن فيضانات افغانستان وباكستان والاعصار الامريكي اللي بنتكلم عنه دلوقتي، اعصار ايان والجفاف اللي شفناه في الصين، كلها ظواهر مناخيه خطيره جدا وغايه في الاهميه للالتفاف لده، لانه اعتقد ان الموضوع بدا يخرج عن السيطره. طبعا احنا بنسميها الاكيوت اكستريم ايفنت، يعني الظواهر الجامحه. ظهر الجامحه ده زي ما حصل في التسونامي، لو حضرتك تفتكري انه في التسونامي الزلزال بدا في قاع البحر ودخل حوالي 700 كيلو على الارض في جنوب شرق اسيا، وعلى الجانب الاخر محطه نوويه في اليابان بالكامل ابتلعها المحيط الهادي. فطبعا احنا بنتكلم على حاجات شفنا بيان عملي عليها، ليس لن نفاجئ انه هيحصل. لا ده احنا شفنا النهارده في جزر في المحيط الهادي بدأت تغرق فعلا، يعني ليس جزء من جزر سليمان فيه بدأ يتعثر وجزء أخرى في طريقها للتعثر. 30 سنتي من ذوبان الجليد، لو الثلاثة سنتي بيذوبوا في الجليد بيرفعوا مستوى المية 30 سنتي في مياه البحار والمحيطات، وهكذا لو هي زادت نسبة 10% وعملت 40 سنتي ارتفاع. احنا خايفين في اخر ال 100 سنه اللي احنا فيها ان الميه تعدي المتر، لو علي البحر المتوسط متر هيغرق لغايه اول الدلتا مش لغايه نص الدلتا. فاحنا عشان كده مصر متضرره تضرر شديد جدا بهذا الجفاف، وعشان كده وزاره الري صرفه 750 مليون دولار عشان تعمل الكتل الخرسانيه الضخمه اللي احنا بنشوفها على شواطئ اسكندريه ورشيد ودمياط، حتى لا يتاكل الشاطئ. ففي احنا بقينا في قلب ضرب يعني الاعاصير والرياح العاتيه، وفي نفس الوقت الاراضي بتاعتنا في كفر الشيخ بتملح نتيجه ان ميه البحر غلبت شويه الميه بتاعت العذبه. فاحنا بنتكلم على حاجات ماتيريالايز، يعني حاجات ماسكنا بايدينا، مش اكسبكتيشن، مش توقع. صحيح. ده احنا تسجيل مسجلين واقع، يعني وزاره الري عامله في وزاره الري عامله في مدخلها، لما نروح وزاره الري عامله المراحل اللي عالي فيها البحر المتوسط على ارض الدلتا. بكل تاكيد دكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب، انا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه انه كلنا بنامل للتوصل لحلول واقعيه وجذريه يتم تنفيذها بالفعل بعد مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لانه مساله تغير المناخ بقت مساله ملحه، مساله غايه في الاهميه. كوكب الارض لا يحتمل اكثر، وعلى العالم ان يلتفت لهذا. وزي ما كنت بقول لحضراتكم انه مصر بتسعى من خلال كوب 27 انه يكون في حلول واقعيه لمشكلات تغير المناخ، ويعني كل الدول الصناعيه المسؤوله عن هذا تتحمل مسؤوليتها، ما يبقاش الموضوع مجرد كلام ومؤتمرات، يتحول الموضوع لحلول واقعيه لمساله تغير المناخ. والبلاد المتاثره بتغير المناخ، اللي دلوقتي ما بقاش في حد مش متاثر بتغير المناخ، لازم يتم تعويضها، ونتوجه للاقتصاد الاخضر ونشتغل اكتر في هذه المساله، وده اعتقد اللي هيتم مناقشته بشكل كبير في مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ باذن الله.